مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان كماسيام. حلقتنا اليوم مختلفة على الحلقات الفايتة. اليوم كنتواجدوا بمنزل لبنى البري، استقبلها الطاقم برلمان راديو بكل ترحيب باش تشارك متابعين برلمان راديو شهوات رمضانية. مرحبا بك معنا لبنى البري. مرحبا بكم، ربي يخليك. شكرا على الاستقبال. بارك الله فيك، ربي يخليك. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك، يدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. شنو الشهوات اليوم اللي موجودة؟ اليوم إن شاء الله غادي نصايب لهم واحد السيكار ديال الروز وواحد الخبيزات اللي معمرين. وتفضلوا معايا نمشيو للمطبخ باش نصايبوا هاد الشهوات الرمضانية. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم اليوم في برنامج رمضانكم مع سهام. غادي نقدم لكم ان شاء الله واحد الشهيوه اللي معروفه تيصايبوها كاع المنازل المغربيه. هما واحد لي سيغار ديال الرز. عندنا هنايا واحد الكميه ديال الرز سلقناها مزيان، غادي تسلق مزيان. جوج معالق ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه، جوج معالق كبار ديال سنيده، واحد الكميه قليله ديال الزبيب. اللي ما بغاش ماشي مشكل، ما يديروش. عندنا صاصيه ديال فاني وصاصي ديال زهره ديال البرتقال. العسل منين غادي نقليوها في الزيت ان شاء الله، غادي نزينوها بالعسل وواحد شويه ديال اللوز. وعندنا هنايا الورقه، وعندنا هنايا الطحين مع شويه ديال الماء باش نسدو الورقه ديالنا. عندنا هنايا الرز، غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه، جوج معالق كبار ديال السنيده. غنحركوا هاد العناصر. تدخل لينا سنيده مزيان في الرز هي والزبده والقرفه. بالنسبه للرز ما خاصوش يكون قاصح، شويه خاصو يكون رطب باش يجيوكم معلكين البنات. دابا نزيدو هاد الزبيب غير شي كميه قليله، واخا ثلاثه معالق كبار ديال الزبيب. هنا عندنا صاصيه ديال فاني وصاصي ديال زهره البرتقال. صافي نحركوا العناصر مزيان حتى تدخل مع بعضياتها. دابا بعد ما صايبنا الخلطه ديالنا، عندنا هنايا الورقه، جبت الورقه الكبيره بحال هكا، غادي نقسموها على جوج. وغادي نديرو هذه على جنب، وهنايا البنات غادي نوريكم كيفاش غادي نحلو الورقه ديالنا. بحال هكا نديرو على شكل ديال البوتلات باش نصايبو بها السيجار. هنا كما قلت لكم عندنا شويه ديال الماء وشويه ديال الطحين باش نلصقوا به الورقه ديالنا. دابا غادي نبداو بسم الله على بركه الله. ديما الورقه الحرشه من الفوق والورقه اللي فيها الزويته من تحت. بسم الله. غادي نطويو البنات هكا بحال هكا، وغادي نديرو هنايا بحال هكا. ملي غادي نبداو نديرو الروليو السيجار ديالنا ما نديروهش نزيط، رخفو يدينا باش ما يطرطقوش لينا في المقلة. صافي وغادي نسدو. بحال هكا انا غنعاود معكم واحدة اخرى. الجهة الحرصة من الفوق غادي نديرو بحال هكا،
بهذه الطريقه هذه، وغادي نروليو السيكار ديالنا وما نزيروش بس ما تطرطقش لينا الورقه. بعد ما سالينا الكميه ديالنا خلينا واحد شويه هنايا سخنا الزيت، وغادي نبداو نقليو لي سيغار ديالنا. بعد ما سخنات لينا الزيت غادي نديرو السيغار ديالنا باش يتقلاو. بسم الله، خاصها تكون البنات العافيه مهيله، ما ديروش ما تجهدوش عليهم العافيه باش ما تحرقوش ليكم. صافي تنبداو نقلبوا فيهم بحال هكا قبل ما يتحمروا. بقاو تقلبوهم باش ما يتحرقوش ليكم. بعد ما قلينا لي سيغار ديالنا دابا غادي نديرهم في الطبيسيل ديال التزيين، وغادي نزينوهم بالعسل وشويه ديال اللوز. هانتوما البنات راه ما تيجيش شارب الزيت. دابا غادي نبداو المرحله ديال التزيين. اللي ما بغاش العسل بزاف ما يديروش، وغادي نزينو بواحد شويه ديال اللوز. كاين كاوكاو، اللي عنده كاوكاو يزين بكاوكاو ماشي مشكل. اللي ما بغاش العسل يدير شويه ديال السكر كلاصي حتى هو تيجي زوين. ها انتم البنات ها هي الشهيوه ديالنا وجدات، نتمنى تجربوها وردوا عليا. مبروك عواشركم، ونتمنى ان شاء الله يدخل عليكم هاد رمضان بالصحه والسلامه.